واليوم كتبت الفاينانشال تايمز والبارحه الانقلاب البطيء يعيد تونس الى الحكم المطلق، وحذرت من عوده تونس لما سمتها بالديكتاتوريه العائده. كيف تتابعون انتم كباحثون متخصصون في الخلفيه السياسيه ما يحدث في تونس بعد سنتين من تفرد السعيد بالسلطه؟ اصلاح، ما يسميه هو بالتصحيح، ام كما تقول فاينانشال تايمز؟ الحقيقة ما نراه في تونس هو نسخة من نسخ الثورة المضادة العربية التي تتلون في كل مكان بشتى الألوان. أحيانا تأتي في شكل انقلابات عسكرية فجة ودموية، وأحيانا تأتي في شكل انقلابات تتلبس بلبوس القانون والدستور، أحيانا تكون بمنهجية خشنة، وأحيانا بمنهجية ناعمة، لكن جوهر الأمر هو نفسه، هو عدم إعطاء أي اعتبار لخيارات الشعوب، وعدم السماح لهذه الشعوب في منطقتنا بتقرير مصيرها السياسي وباستقلال قرارها الاستراتيجي. تونسية ربما المركب الوحيد من بين المراكب التي أقلعت في شتاء 11 و2000 استمرت عصية يعني على الانقلابات العسكرية. الآن سلطة السعيد منذ 25 جويلية يوليو 21 ترفع شعار التصحيح، هي ترفع شعار، نعم تقول نحن مع الثورة، ولكن من أجل تصحيح الهينات الكبيرة، استشراء الفساد وغيره. وأنتم تتابعون إلى أي حد في السنتين الماضيتين هذه السلطة ماضية في الشعارات التي رفعتها وفي تطبيق ما وعدت به شعبها التونسي؟ ثورة مضادة هي تسعى إلى مصادرة بعض شعارات الثورة وخطاب الثورة والتلبس بذلك لكي تلبس وتدلس على الناس، لأنها طبعا لا تستطيع أن تتحدى شرعية الثورة، فليس أمامها إلا أن تحاول التخفي تحت لبوس الثورة. وهذه ظاهرة تاريخية قديمة، وحقيقة أنا بالسنوات الأخيرة انكبكت كثيرا على دراسة ظاهرة الثورة والثورات المضادة في التاريخ. فالمتخصصون في ظاهرة الثورة المضادة عموما مثل الأمريكي سوذرلاند مثلا يقولون أن الثورة المضادة لكي تنجح تحتاج إلى مصادرة بعض أهداف الثورة وتطبيقها، ويذكرون نابليون مثالا على الثورة المضادة الناجحة، فهو قضى على الثورة الفرنسية كقيم سياسية وحقوقية، ولكنه طبق جزءا من أهداف الثورة في المجال الاجتماعي والإداري والعزة الوطنية وما إلى ذلك. الثورة المضادة العربية كما أقول دائما هي أشد الثورات المضادة غباء، هي لم تتبنى أي من أهداف الثورة ولم تسعى إلى تطبيق أي من أهداف الثورة، ولكنها تسعى إلى تبني الخطاب الثوري بشكل أجوف. نعم، ولذلك هي لا مستقبل لها. ما يحاوله قيس سعيد بطريقته البهلوانية الخطابية هو حقيقة أن يصادر بعضا من شعارات الثورة، لكن ليس مصادرة لأهداف الثورة بشكل موضوعي وتطبيقها، وإنما مصادرة لبعض شعارات الثورة والتلبس بها للتغطية على قبائح الثورة المضادة. نعم.